بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بدأ ذي بدء، جزا الله خيرا الحضور الكريم على عزائهم. لا أحزنكم الله، وبارك الله فيكم وعشر الله خطواتكم. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله رغم هذا المصاب الجلل، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هو كان لله، هو أعطاه وهو أخذه، الحمد لله. الوالد رحمه الله يعني يصعب كثيرا أن وفيه حقه أو جزء من حقه في هذه الكلمة المردودات، ولكن علها شذرات مما استفدت من ذلك الرجل العظيم رحمه الله. الوالد رحمه الله ربانا على ثلاثة أسس أو وفق ثلاثة أسس. الأساس الأول وهو أساس الحرية. الوالد رحمه الله أبدا لم يفرض علينا شيئا، نحن أبناءه، لم يكرهنا يوما ولم يعنفنا ولم يضغط علينا، بل كان دائما رجل حوار ونقاش كما عهدتموه في الفضاء العام. المبدأ الثاني كان مبدأ الكرامة، يعاملنا كبشر. كان دائما القول رحمه الله على أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، فلا يجوز أن يهان لا بالقول ولا بالفعل. والله يشهد أنه ما عنفنا أو أساء لنا يوما. والمبدأ الثالث هو المسؤولية، حملنا صغارا المسؤولية، وإذا أخطأنا كان يحاسبنا رحمه الله. وربما بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه التربية كان هذا وقع هذا المصاب يعني مخففا. وفي النهاية الحمد لله الإشارات التي أكرمنا الله بها خلال هذا الأسبوع يعني طمأنتنا الحمد لله، وكانت عزاء لنا بأن ما الله سبحانه وتعالى أخذه لحكمة يعلمها، وأن كل الخير فيما وقع الحمد لله. هو إن كان للسبهاش إرت كما دركه سيد أحمد الرسولي في هذا الشريط، إرته هو منهج، هو قيم وأخلاق، منهج قوامه التشبت بالوحي وتعظيم الوحي. كان رحمه الله يقول لي بأن الخير كل الخير هو في اتباعنا لكلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه بوسطية واعتناء. رحمه الله هو كذلك قيم الصدق، قيم الصبر، قيم التواضع، التي كان يعيشها معنا في حياته اليومية، حيث تدرك الإنسان يعني لحظات الغضب ولحظات الضعف، ولكن رحمه الله يعني كان حريصا على أن يتمثل دائما هذه القيم وهذه الأخلاق. فهذا هو إرتو، وهذا هو السبيل الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نستمر عليه. وكان رحمه الله يقول لي دائما بأن المهم هو أن يكون القصد لله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد الإنسان فيما لديه. فالآن إن كان من استمرار لنهج الوالد رحمه الله فهو العمل على تعميق هذا الإصلاح من أجل خير هذا البلد، من خير هذا الشعب. ورحمه الله كان محبا لربه، معظما لكلامه، كان محبا لهذا الوطن، عارفا بتفاصيل هذا الوطن. كان رحمه الله حينما أسأله عن منطقة معينة في المغرب
عن قبيلة معينة، عن ثقافة منطقة معينة، كان يعني رحمه الله مدرك الكثير من التفاصيل ويبهرني بإمامه بها. وكان كذلك رحمه الله محبا لملكيه، كان يذكرني دائما بالملكية، وفي قلبها إمارة المؤمنين هي المؤسسة الجامعة للمغاربة والعاصمة له من الفرقة، وأن الالتفاف حولها والدفاع عنها هو فيه خير لهذا البلد وخير لهذا الشعب. رحم الله الوالد، ربما كثير كثير ما يقال. أختم بلمسة من جانب من سباها، أرجو أن تتوفر يعني توفر لنا الأيام، أن يعني ما يكفي من الوقت أن نجتهد في إبراز هذا الجانب. هو سعد الله بها المفكر، كان يقول لي رحمه الله أن قيمة القيم لدى حضارة الغرب هي الصراع، الصراع على السلطة، الصراع على الثروة، الصراع على المعرفة، في حين أن قيمة القيم عندنا نحن المسلمين هي الرحمة. المسلم كان يقول الوالد رحمه الله، المسلم الحق يعرف الحق ويرحم الخلق، وأنه بتعاوننا نحن المغاربة وبتعاون البشر كأجمعين المسلمين وغير المسلمين، أن قيمة التعاون هي التي ستأتي بكل الخير بإذن الله، وأنها مفتاح الخير، وأن حيننا نتعاون على الخير ربي سبحانه وتعالى ييسر لنا كثير من الأمور التي يغلقها الصراع. فإن كان من إرث فهذا شذرات من إرث السباها. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمضه برحمته وأن يدخله فسح جناته الفردوس الأعلى بإذن الله، وأن يلحقنا به مؤمنين ثابتين صابرين غير مبدلين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.